لي شنو هو المشكل ديالكم هنايا في هاد الدوار؟ اختي تقهرنا بالخنز، المشكل ديالنا الخنز قهرنا، الدراري وولادنا كلهم تقهروا لينا بالخنز، الحساسيه شنيولة راه ما تنحسوش حنا بالليل بعدا، ريحه خانز ما تنشموش دابا شي ريحه خانزه، شوفي حالتنا كي دايره، تقهرنا. مشي ما خلينا فين مشينا؟ مشاو رجالتنا، مشاو ليديك حبسنا هذا الليل تحت قالك ما كاين اللي غدوزوا هذا الواد، دا مشكلة تسدوا علينا ذاك الواد، صافي غنغرقوا. غنغرقوا، وحنا اختنا ماشي عندنا باش غادي نجيو هكوك، احنا على عاد على قد الحال. ما كنكبر حنا تنديروا الجفاف عند عباد الله. انا كون وريتك حالتي غادي تخلعي. هانتي هانتي حالتك. انا عييت. كذب عليك انا ولا بعدا واحد الدريه مريضه اللي هي وحده كبيره فيهم ما خليت فين ديتها داك الشيء اللي ناضله في الحمام ما عرفتوش اشناهو بغيت نجي نوريك سداده من هذاك العام ولا باقي ما نشوفش العباد الله راه هما اللي نوريهم لك بغيت نشوفهم نجي نوريهم لكم شحال نتوما كتعانيو اختي راه دابا شي 12 عام حنا بحال هكا شحال الحبره اللي واقفه فيها تتزعزع صار من 12 عام 12 عام عرفتي شحال من حاله شنو نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله تقهرنا اختي تقهرنا لا اله الا الله محمد رسول الله ودابا هذا الما فين كيتكب تتكب اختي هنايا وريناك فين تتكب في هذيك الحفره مشات تسدات هذيك الحفره صافي كلشي غيرجع لينا حنا كلشي غيرجع لينا وكاين اللي داير حفاري حدا الدار كلشي غير نوريك شوف الحفاريج ديالي وليت اخويا بالسطوله باقي تاخذ دابا السطوله كلشي من خويا حتى الزبنه تتختار خلي على البنات تبدا نهضر يعني داكشي الفضلات ديال الواحد كيهزهم وكيحويهم والدين هذاك الشيء تيتم غادي تلعب بعد ما تتخطاه وتدوزي لا اله الا الله محمد رسول الله على سكنه ساكنين هنايا يديروا معنا غير حل اما يحولونا اما يصلحوا فين ندوزو حتى حنايا حنا ما بغينا ما تطالبوا حتى شي حاجه يصاوبونا هنا في البلاصه هذه ولا يديروا معنا حتى شي حل شنو اللي غادي نقول ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام